حضور 36 سائق وحضور 36 سيارة رياضية بيلد إن اللي هي مصنوعة من قبل السواق ومن قبل الورش الميكانيكية. طبعا الإقبال مبين من الصوت، ما يحتاج أشرحها. الحمد لله قدرنا نوفق، الله وفقنا وقدرنا ننظم هذا التجمع مع لجنة التنظيم السيارات الرياضية في كركوك بشكل أمين وشكل رياضي، واتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. اليوم شارك على سيارتي نيسان سيلفيا معدلة عليها محرك الأمريكية الأسيتري، سيارة شغل كلها بالعراق بعدود 600 حصان السيارة، ومشاركين بدرفت شو كركوك، وإن شاء الله نقدم شيء حلو يسعد الجمهور. درم من السليمانية، متسابق من السليمانية، جاي إن شاء الله للكركوك وحتى نسوي استعراض حلو مع شبابنا مع أصدقائنا الحبيب. شكرا. طالب الحكومة شوية عينهم علينا، قولاتنا يعني شوية ضوء يصير على شباب، الطاقات اللي موجودة بالشباب ما ينوصف. شباب العراق أبطال، السيارات كلها تصنيع بيدي، أنا صار لي 4 سنوات أنا أشتغل على السيارة والحمد لله، كجمهور عندي جمهور، أصدقاء عندي أصدقاء، يسمعون صوتنا عبر قناتكم. إحنا مو أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة، إحنا نطالب تخصيص قطعة أرض لبناء حلبة سباق سيارات في كركوك.